السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد لما يحييك من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في السياسة. ضيف حلقة الليلة هو النائب المعروف الأستاذ محمد بويا والشيخ محمد ناظم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. طبعا كان من المفروض أن يشارك معنا في البرنامج الأستاذ محمد، صحفي الموريتاني المقيم في إسبانيا، الأستاذ محمد الأمين الخطاري، ولكن نظرا لضعف شبكة الإنترنت يعني لم نتمكن من ربط الاتصال به. فنعتذر منه، وكذلك نعتذر من كان ينتظر منا. سينقصنا كبيرا بقاعة الطبيعة وخفة دمه. صحيح. تحياتنا له على كل تحياتنا لك مصور ومصور. يا رب. طبعا سيد النائب، يعني أين السلطة الرقابية في هذا الوقت اللي يصير الموضوع بالوقت الحالي؟ شكرا. بداية نشكر قناة الوطنية على هذه الفرصة، ونشكركم على هذا البرنامج الثاني. الواقع أن السلطة الرقابية مغيبة، لا أستطيع أن أقول غائبة، لأن هذا يلفت جهد كبير من أجل المشاركة، ولكن بكل أسف غيبت فيما عدا اللجنة الرقابية لصندوق كورونا أو اللجنة الاستشارية التي يوجد فيها نائبان فقط. ما عدا ذلك أعتقد أن السلطة الرقابية في البرلمان غائبة لبعض الوسائل الموجودة، وبضعف الإرادة أيضا لدى الإدارة ولدى الجهاز التنفيذي لإشراك السلطة التشريعية في مجالها الذي هو الرقابة. بكل أسف البلد يمر بأزمة صعبة، أزمة ثقيلة، أزمة هزت الدول الأقوى والدول الأقدر والدول اللي لديها إمكانيات، فما بالك بأنها ما تهز التي في موريتانيا. الأولى في هذه الفترة حسب ظني هو اتفاق بين جميع السلطات، اتفاق من أجل خدمة المواطن الموريتاني، وبالتالي استئذار السلطة التنفيذية بالبرامج كاملة. أظن أنه دور بالأسف يعطي تقصير، دور يظهر من هم جهات مشاكل، وهذا على كل. نحن كسلطة تشريعية بداية الأزمة قمنا بالواجب الدستوري وهو قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة بإصدار أوامر تشريعية، وذلك خشية من أن الإجراءات الإدارية أنها تؤخر الخدمات عن المواطنين أو الإجراءات الضرورية. هذا الإجراء بالفعل هام، وهو إجراء دستوري يسهل على الحكومة والسلطة التنفيذية العمل، ولكن أيضا لا يجب أن يستغل لتغييب السلطة التشريعية عن الشأن العام وعن القيام بدورها. ودورها كا الواقعي بود للأزمة ما هو الدور التشريعي ولا هو الدور الرقابي، وإنما هو حلقة الوسط بين المواطن والسلطة. هذا هو دور قاعد منتخب عموما والبعنة بالبرلمان عموما. هذا الدور يلا تنداد له آلية، وهون هم اللي مانعنا أكثر، نقول من بعض أفراد الحكومة وبعض الجهاز التنفيذي جزاهم الله خيرا أيضا، ولكن هذا هو الغالب. مستعدين للتعامل، ولأن كان بعض من بعض أعضاء الحكومة متصل عليه توقعات حرجة، متصل عليه مشاكل مواطنين دقيقة، متصل عليه يتعاملوا أيضا معي، لذلك أيضا ما هم كاملين على نفس الوتيرة. ولكن النظرة العامة أنهم تقريبا هذا هو التغييب دور البرلمان. يعني لكن يعني بقانون التأهيل هذا أنتم تنازلتم تقريبا عن دوركم الرقابي؟ هو ما تنازلنا، هو سهلنا. هو قانون التأهيل المادة 60 من الدستور لما أذكر، هي عملية تسهيلية إجرائية، بحيث أن في ظل الأزمات في ظل الأحداث اللي ما هي طبيعية، إذا أراد الجهاز التنفيذي وهو صاحب الرؤية التنفيذية في الحاجة ذاك الوقت أنه يتصرف، يكون مكبل قانونيا، يعطيه البرلمان تأهيل وتفويض لإصدار أوامر تشريعية يتصرف بموجبها في مجال الجائحة التي هي كورونا في هذه الحالة. وبالتالي هو نوع من المرونة ومن السلاسة ومن عدم الأنانية في المحافظة على الصلاحيات، إنما هو مساعدة، ولكن الهدف من كل هذا هو خدمة المواطن. كان ينقص نوع من الروتين. هذا على كل، البلد ما زال المؤسسات فيه ضعيفة بكل أسف، ما زلنا نسعى وراء الأشخاص، هذا يأثر أيضا. ما زال هناك مسؤولون في مستويات عليا يسعون أن يكونوا هم الذين فعلوا، هم الذين قالوا، هم الذين قاموا،
وهذا ما يصلح في الأزمات. الأزمات يصلح فين؟ الناس كاملة تتكاتف، الناس كاملة تتكارد، الناس كاملة تتقابل، إياك البلد يأخذ من الأزمة بسلوس بسلاسة، والله على الأقل أقل ضرر ممكن، خفوا أضرار الأزمة على الوطن. هذا هو اللي كان مطلوب. يحتاج تشوف رؤية. بكل أسف هذه الأزمة عرّت وضحت بكل أسف، كشفت الستار عن حقيقة 60 سنة من تاريخ موريتانيا أنها كانت شيء من الخيال، إن ما قد جانا نظام ابنة، ولا قد جانا نظام خلى شيء للضرورة، ولا قد جانا نظام تورع عن شيء لعله ينفصل فيه، ولا قد جانا هي الأنظمة اللي تعاقبت علينا اللي هي في النهاية نظام واحد، إما نظام الحزب الواحد وإما النظام العسكري. بكل أسف كامل اليوم إلين تجي أزمة كورونا هذا وما عندك مركزين عاش 60 سنة وخسر، إلين تجي أزمة كورونا ده هو التعليم اليوم الأول انقفل، اليوم الأول انقفلوا المدارس، ما في أي وسيلة للتعليم عن بعد كما هي في الدول اللي كيفتنا تعرف عن البلد، وخسر في 60 سنة. لين جي أزمة كورونا ده هو البلد ما عنده أي صندوق سيادي يمكن أن يتصرف منه، مازال الله أحسن اللي خلق مبادرة لإنشاء صندوق. نعطيك مقارنة، صندوق السنغال جارتنا طرحت 1 تريليون فرنسي فا لأزمة كورونا، التريليون اللي هو 1000 مليار فرنك أفريقي، إحنا طرحنا 25 مليار أوقية. مالي اللي فزرنا طرحت 500 مليار فرنك إفريقي، إحنا شو طرحنا؟ طرحنا 25 مليار أوقية، يعني حوالي 75 إلى 70 مليار فرنك إفريقي. المغرب اللي فزرنا جارة، وطبعا هون نضرب الأمثلة بالدول المحيطة رغم التفاوت الاقتصادي غير قاع كنا يلا نعود في مرحلة بعد كيفتها. الأسر في المغرب جبرت، الأسرة اللي من شخصين جبرت 800 درهم اللي هي حوالي 32 ألف للشهر، الأسر اللي من ثلاثة أشخاص جبرت 1000 درهم اللي هي حوالي 39 ألف فوقية، الأسر اللي من عند 4 أشخاص فما فوق جبرت 1200 درهم اللي هي حوالي تزيد على 40 ألف بشيء اللي هي حوالي 47 ألف فوقية، هذا شهريا، وهذا جبره في الوقت. احنا جميع دخلك وانا كل يذكر يشكر لانه ما كان فمشي غير احنا خايفين هم اللي لعله توفى ذي الفتره هم اللي ولا يبقى فمشي. لكن هذا القصور اللي تتوصفه والله يعني بالمقارنه مع الدول المجاوره يعود لماذا؟ يعود لمثلا ضعف سولتني يعني ما انا قال نقول لك انا سولتني عن شيء واضح يعود الفساد وانانيه وعدم مسؤوليه الحكام اللي حكمونا خلال 60 سنة الماضيه. هؤلاء الحكام اللي حكمونا ما قطوا خلاه صندوق سيادي عند الدولة الموريتانية فيه مبالغ تصرف فيها في الأزمات، ما هو موجود. احنا بلد لكن احنا نعرف مثالنا بين الدول كيفاش، كيه العامل اليدوي موريتانيا نقولوا العامل اليدوي هو اللي يكسب قوته يوميا لين تنقفل المرسى مع ثلاث برشيو كلوب اللي يكسب قوته، احنا مالي كيدو احنا نكسبوا قوتنا يوميا. الدولة الموريتانية 2020 ما عندها صندوق سيادي ترجع له، ما في مستشفى بالمعنى الصحيح. نعطيك مثال، سيارات الإسعاف غير متوفرة، مراكز العناية الفائقة والعناية في المستشفى غير موجودة. أول حسب اللي قال لي أول مركز عناية مركز نفتح اللي في مستشفى الكبد ضرك، البلاد اللي قال لهم مستشفى الكبد عاد فيها كم من سرير ما نعرف كم بتنف ظل الأزمة، الأزمة لها عاد 15 أشهر، هو أول حد يدخلوا عندي من الأسبوع الماضي والله الأسبوعين. البلد كي قلت لك ما وخلى فيه نظام صحي سليم على مدى 60 سنة سرقوه، كانوا ولا يجوا يسرقوا يبنوهم الديار في الخارج ويتموا ماشيين في السياحة ولين يمشوا ملي بالعملات الصعبة عندهم. ما وخلى فيه نظام تعليمي، مدارس جامعات أنظمة تعليمية صالحة تساعد، ما هي موجودة. احنا لا خلقت كورونا نقفلوا المدارس بقاوا التركة من أصعب الأزمات اللي لا تعود موجودة اجتماعية في 5 أشهر، بقاء الأطفال في الديار ما لاهيهم شيء سوشهم، ما عندهم اي شيء يلهيهم ما عدا الارواقيش اللي ارباب الاسر اللي اهتموا بتربيه اطفالهم ذي الفتره، غير النظام التعليمي بعد غاي. النظام الامني هش، قواتنا ضعيفه، لين تقارن المستشفيات على اهميتها ونشكر الجيش على المستشفيات اللي عدل الميداني، غير تقارنها بمستشفيات الدول الجوار اللي عدلوها نظيراتهم متباعد. الطرق نفس الشيء، ما في شبكه طرقيه واضحه. على مدى 60 سنه ما ورثنا ما هو الخراب. هذا يدل على ايش؟ يدل على ان المسؤوليه على اللي حكمونا ب 60 سنه الماضيه على اختلافهم من عسكري لمدني، صاحب حزب حاكم، صاحب انقلاب، صاحب
كاملين كان لا يجي هو يبدا ياكل هو توكل العائله ياكلوا المقربين اللي انتم في فترته هم اللي ما يبوسوا واحد ثاني طيح هو اما يتراوغ معاه بالشهر لين يقبل من السلطه الا صح منه حسب معرفته به. البلد انتكلف 60 سنه بكل اسف ورح. اليوم الدعوه اللي نوجهها هو دعوه تقييم العمر موريتاني على مدى 60 سنه، نبغي حد اليوم يقول لي 60 سنه شخلك فيها؟ منين هي مستشفيات؟ منين هو احتياطي؟ انت قد سمعت مده لين يوقف عنا هاي 30 كميون تجينا من المغرب نصبحوا جياع، لين توقف عنا الكماين اللي يجيبون بنانه من مالي نصبحوا جياع، لين توقف عنا الكماين اللي يجيبوا مانجو من السنغال نصبحوا جياع، لين يوقف عنا مده جميع اللي تستعمل غالبا ما عدا سقايب من مارو ما هم ياسرين طارين لوخر كامل مرتبط بالخارج، ما عندنا اي امن، ما عندنا اي قابليه للاستمرار في ذلك. واضح لابد نعود زراعيا. تعود 60 سنه كانت عندنا الدوله عندها سياسه استراتيجيه على اكتفاء ذاتي غذائي، اليوم خارج لا شيء جاي من الخارج اللي تنقفل يقفلوها الدول دارك لا جزاهم الله خيرا بهم حسن الاخلاق لمنهم قفلوا عنا حدوده نصبحوا احنا خلايا به اللي ما عندنا اي مقومات الدوله ولا عندنا ما عندنا مقوماتها الفكريه لانه ذا الخرق اللي كان حاكم على مدى 60 سنه ما قد فكر في القضيه الا كلها يقبل الراس وينهب ويوكل وينزاد الظلم ظلم وينزاد غبن غبن والبلد كي قلت لك لكن العامل اليدوي يشتغل اليوم يوكل اليوم ما يشتغل الصبح ما يوكل احنا مال الحياه ماشيه قدو انتم يوميا بيدي جاي قارب من هون وجاي كميون من هون ينقفل العالم الصبح احنا خلايا. واضح لكن هاي المتتاليه اللي تذكرتها من غياب تفكير حقيقي في مستقبل الدولة ومستقبل المواطنين والنظرة اللي أنت يعني ذكرتها، هل تعتقد أن على وشك الخروج منها أم أن ما زلنا نكرر نفس الأخطاء يعني؟ شوف نكرر نفس الأخطاء بكل أسف. نعطيك مثال، العالم كله حتى الدول الغنية، أنا ظاهر لأن وزير المالية السعودي قال في حديث وراهم من الدول الحمد لله القوية أنه العالم الاقتصاد بعد كورونا بعد أزمة كورونا ما هو الاقتصاد بعد، بينما سمعت بكل أسف تصريح من مسؤول موريتاني إن شاء الله تعالى بعد كورونا لا نعود أقوى، هذا ترى ياسر من قلة الواقع. الدول الاقتصاداتها قوية متبارك ذلك ترتب ما بعد كورونا بيدي غير إحنا قاعد ما زلنا في كورونا ما هتنا رتبناه لأنه ما عندنا شيء. الخلاصة اللي نقدر نأخذ منها حسب ظني نفيقوا بعد قاعد نعرفون الدولة ما قطعوا عدل فيها شيء نفيق ونحاسبه اخلاقيا، هون نقول المحاسبه الاخلاقيه ما هي المحاسبه قاع الجسديه، ذا الخلق اللي حكمنا 60 سنه نعرفون وش من الكذابه والسراقه وش من الناس كانوا واحلين لا فرصهم مصالح الدوله اسوا صلي منهم، كان رئيس وسور كان رئيس وزراء وسور كان وزير وسور كان مدير وسور كان جنرال وسور كان عقيد كاملين كانوا واحلين فرصهم، تخلق محاسبه اخلاقيه يحكم به المجتمع على البشر اللي كان حاكمون وما زشي، هاي واحده ثانيه نفكروا في الاولويات. ظهر من الاولويه يلا تعود حالا ميزانيه 2021 والعاد في قانون معدل ميزانيه 2020 ما هو بناء مقرات البرلمان ولا هو بناء مقرات المجلس الدستوري ولا هو بناء مقرات ينقبض منهم صفقات كبيره الاولويه للامن الغذائي، يلا تعدل سياسه شور الزراعي لين نعود الى نقفلوا الحدود نبقى عندنا من بونديتور ونبقى عندنا من مارو ونبقى عندنا من السكر ومن القمح ومن تماته ومن كاروت ومن البصل ومن اللحم ومن اللبن المواد التموينية يبقى عندنا الأمن الغذائي المحلي اكتفاء ذاتي من المواد الضرورية الأساسية، هذه لما يندار في ميزانية معدلة ل 2020 وميزانية أصلية ل 2021 معناها أن ما تلقينا الدرس. ننتقل أيضا لأن يلا يعود عندنا اكتفاء أولي ما يقدر يعود ذاتي أولي في الصحة، الاكتفاء بشنو معناها؟ معناها 50% من المواد الصحية اللي تعمل يلا يعود لها مصانع في موريتانيا. أنت قد سمعت مادة شرويطه لا هي تندار على جرح ما زلنا نجيبوها من الخارج ما هي عندنا، قد سمعت الكول ما زلنا نشروه وكل حد الناس تعدلوا في الديار مطهر معقم لا يعقم به احنا ما هو عندنا. ننتقلوا لمرحله التعليم، هم اللي مجتمع ما عنده امن الغذائي ولا عنده اكتفاء اولي في المجال الصحي ما يقدر يعود اكتفاء كامل لانه الصحه معقده، لا بد له يعود عنده برنامج تعليم ملي واضح وواضح اللي بكل اسف انه يلا تنيلي نبنوا برنامج تعليم نعرفوا انه ما هو بتوها تنعصر تصلح اليوم البرنامج التعليمي ملي والنظام التربوي اللي نعدوا نعرفوا اول نتيجه منه لا يتجبر بعد 18 سنه لانه يلا نبداوا المدرسه ما هي خارج احنا اليوم نقراوا في مدارس مختلفه، وحدين يقراوا بلغه وحدين يقراوا بلغه اخرى وحدين يقراوا بمنهج وحدين يقراوا بمنهج وحدين يقراوا في نوع وحدين يقراوا في نوع، المدرسه لا بتعود واحده يا غير يلا تبتنى مشروع اذا مرته ما يلا تنجبر
اول شيء من هي اجبار بعد 18 سنه، لانه لين دخل يشير المدرسه 2020 ما تقدر ترى نتيجته ما هو 2038، لانه ذيك الساعه عاد لا يقبل المرحله الجامعيه وتعود العمليه التربويه اتت اكلها، وبالتالي مد شاك كان هم اللي لا يتعدى التعليم اليوم يصلح الصبح وتوخذ التلفزه وتقول طبقا للانجازات وطبقا لتعليمات وطبقا للتوجيهات كذب. النظام التعليمي لابد ينصلح الطريقه نامنوا به الاحفاد، الاولاد قاع ما كانوا لا يدركهم غير بعد منهم لا يدرك يعود معاه، وبالتالي مهم ايضا النظر في ايضا عندنا ياسر من المشاكل اللي يلا نفيقوا فيها ونحلوا فيها عينينا، مشاكل الغبن والتهميش والفوارق الاجتماعيه، وهون بعيد من العمليه الطبقيه اللي يدعيها بعض الناس، لا هي مشاكل اجتماعيه عاديه تصحح بالمنطق العادي للدوله باعاده توزيع الثروه والعداله الاجتماعيه بين المواطنين. هذا كامل مخسرته قضيه اساسيه ان نظام العداله عندنا هم اللي غايب، احنا ما عندنا نظام عداله، نظام القضايا عندنا يحتاج كثير من الاصلاح ويحتاج عود واقعي وينفصل عن الجهاز التنفيذي، ما دام القاضي فكتيه وزير العدل ما يقعد عادل، لا يتم خايف لان يقول للوزير احكم لي على فلان ولا اطرص لي فلان ولا اعطيني فلان دوري واسي هذا، لابد يعود القاضي في مسطرته من الاكتتاب للترقي للتعيين للتوظيف مستقل عن الجهاز التنفيذي تماما، وفكت بموجب مسطره قضائيه خاصه بالقضاة عند نادي القضاة وعند جماعه القضاة اللي ينفذوها بعيده عن وهلم جرافن. عندنا مشكله كبيره في الثروات واضح، لكن هذه الاتهامات اللي نكمل لك، احنا ثرواتنا تم نهبها، تم نهب البحر وتم نهب التراب وجذب ويبان ذوك وينتهب، وانتهبت الحجاره الكريمه وانتهب الزراعة ماذا كامل انتهب والفر انتهب، هاي الثروات اللي كل شيء يصدر برخصه يا الله يقتد فيه البال، يعرف الجهاز التنفيذي انه ما هو له يعطيه لقاربه ولا هو له يود به في السياسه ولا هو له يجمع به المال، ان هذه ثروه وطنيه ما يلا تنعطى ما على معايير المصلحه الاولى فيها الوطن، حد لا يقبل اليوم رخصه للتنقيب عن معدن ثمين يلا يعود معاييرها واضحين، حد لا يقبل رخصه فيها حصه من السمك يلا تعود معاييرها واضحين، حد لا يقبل رخصه للتنقيب عن الغاز ولا للتنقيب عن النفط يلا يعود معاييرها، كل شيء مجال يسير في اطار الرخصه وله حصه في مجال ثروه وطنيه يلا يسير ايضا بطريقه معقلنه تؤدي المصلحة العامه ولا هو بطريقه زبونيه فلان اعطى فلان وفلان مقرب فلان وفلان هذا هارك ما ترى منه ها قريب فلان ذاك اللي قريب فلان اللي فلان هو اللي يعطي هيا يلا نتخطاها ونعرفوا انها هي اللي دارتنا فينا اليوم في كورونا، ما عندنا مستشفى ولا عندنا مدرسه ولا عندنا صندوق يتدخل ولا عندنا شيء، هيا يلا يلا الفكر الجمعوي الموريتاني يترقى عنه ويتقدم عنه. قال هون رئيس تونس ليلته هذه عباره زينه، قال ان الشعوب الغبيه دائما قال ان الشعوب الذكيه دائما تنتخب اصفياءها وقادتها والاوفياء، والشعوب الغبيه دائما تعطي السلطه وتعيد للسلطه جلاديها واكلي اموالها، هم اللي يلا نمشوا عنه نعرفوا ان السلطه ما يلا تسلم يكون الحد صادق وحد مخلص وحد يدافع عن الوطن ويدافع عن الشعب ومؤمل فيه خير، غير اللي تعود تنطالوا به اللي مخيوف منه ولا مطموع فيه ولا مبيعاله كردان دي تبع 5000 والله مديور عنده يعين فلان والله مديور عنده يعطي مشروع لفلان والله مديور عنده كذا والله مجرب بالسرقه مجرب سراق نقبل وننتخبه مره اخرى، مجرب مفسد نقبل وننتخبه مره اخرى، ما يرجى خير. واضح، لكن هي الفكره اللي انت ذكرتها هل وصلنا لها او ما زالت المسافه؟ احنا بكل اسف انا في ظل صدمه الواقع اللي عشناه مع ظهور كورونا عرفت ان ما عرفنا وصلنا لشيء اسوء هو شنو، وبالتالي الصدمه كبيره والنداء بصرخه عاليه انه يا المجتمع الموريتاني القضيه تنبع من المجتمع، المجتمع اللي يعود يشجع الفاسدين يدوروا يكثروا الفاسدين، النظريه الاجتماعيه اللي عند احد صناع الفكر الاجتماعي ان المجتمع 20 و80 والنيك 80 ناتر محايدة والنيك 20 فيها 10% صالحة و10% فاسدة، والنيك 10% الصالحة تحاول السلطة وال10% الفاسدة تحاول السلطة، و80% حنوا إلى اللي حكمت تلك ال10% صالحة يعودوا صالحين وإلى حكمت تلك ال10% فاسدة يعودوا فاسدين. احنا مشكلتنا النيك 80% في المجتمع لابد لها تبذل جهد يعرفون حد من دار من المال العام ينقال له سارق ما ينقال له باترون، ونعرفون حد يمشي اهله شهر الخارج كل شهر وكل شهرين من المال العام ما ينقال له متمونك ينقال له سارق، ونعرفون حد اندار على وظيفه اخلاصها مليون ونجبر بعد سنه عنده 200 مليون سارق
ما هي جهود مضبوط ولا هو مضبوط، ونعرفون حد وظف الحد بطريقه ما هي قانونيه، ما خدمه انه سرق له وقبض له حق واحد ثاني، ونعرفون ذي مظاهر الفساد مرمي في موريتانيا. اذا طبقنا هي النظريه على تسيير صندوق كورونا حتى الان، يعني انت كيف تقيم صندوق كورونا؟ قاع بكل اسف انا قاع ما شفت فيه شيء لا نقول لك فيه ما هو ذبي اللي عايشت بدايته. احنا على كل في البرلمان بالمناسبه عدلنا خليه ازمه الكورونا، احنا بعض منتخبين نواب شوط، وعدلت عده اتصالات، اتصلنا بالوزير الاول، اتصلنا باغلب الوزراء، ما نقدر نقول جميعهم غير اغلبهم، خاصه الوزراء اللي في اللجنه، اللجنه العليا المسيره للازمه، واتصلنا مندوب التآزر، وعقب ما توسعت القضيه اللي انشملت منتخبين نواكشوط واتصلنا بهم. شوف صندوق كورونا ما ظاهر لي نفهم شيء يتوقع منه اكبر من قدو. اولا جميع الفات قال فيه ما خلق منه شيء. اول شيء قال ان انها لا تعود 30,000 اسره لا تقسم عليها 5 مليارات اللي هي 166,666 وقيه لثلاث اشهر. ها ما خلق. عقبت عادت 200,000 اسره كلها لا تجبر 22,500، ها ما عنده مبرر، الالتزام ينفوت نعطيه يلا ينتبه غير يعدل مشروع ثاني، تعدل عمليه اخرى، ذيك العمليه الاخرى راح تنتبه غير الالتزام الاول ما انتبه. تم توزيع بعض منه بعض المعونات الغذائيه في نواكشوط بطريقه غير عادله، الفقراء الحقيقيين ما استفادوا، استفاد فلان هاك لك 100 وفلان هاك لك عدادين يمشوا معاك يحصوا لك خلقك، واحنا بعد كمنتخبين جينا لمندوب التآزر. وشرحت لنا وجهه نظرنا، غير اجتماع كان وحيد، لا هو اتصل بينا ورا ذاك ولا احنا قدرنا نجبره ورا ذاك اللي ما خلقت. تطورت القضيه فيما بعد الين عدلت لجنه دار فيها ياسر من الناس، غير ذيك اللجنه كاع كي تشيل لا لجنه البركة يبرك بها، ما نعرف قبال دورها تعدل بها، اللي جات فات وعدل التصريحات اللي سمعت انه اهم شيء منه فات انصرفت اللي يتعلق بقطاع الصحه. قطاع الصحه انه عدلت فيه مليارين زايده من الاجهزه قد لا تعقب تنجبر نتيجه تبي اللي مفصول فيه. و اذا نزلنا عليه اللي كنا نقوله تعود العبره بالنتائج. وانا قلت في بدايه الازمه اني باقي فيه اني بعد 5 سنين ولا 10 سنين نكتشف ان زمن كورونا كان في حد يسرق. اليوم ما نقدر نقولوها بيدي ما لنا واقفين عليه، يا غير بعد المعطيات اللي موجوده الاكتتابات العمال اللي تمت في تآزر ما شفنا فيها عداله. ما نعرف لماذا الطريقه اللي تتبعها ما سمعتها، نقدر نعود لا قصور مني انا غير ما سمعتها. الطريقه اللي استهدفت بها الاسر، قالوا ان السجل الاجتماعي عنده مجموعه من الفقراء، قطعا كمنتخبين وانا بعد كنايب ونتلقى ياسر من الشكاوى ان قطعا الفقراء المعوزين تخطاهم لا هم فهم حد فقر منهم يغيرهم بعد حالتهم فقر حامتين. موريتان تخلى لا نقول به اللي المجتمع مازال زين عنده ان الموظف اللي يعين اليوم يشوف بعد شهر يلحقوه في دار زينه وفوته زينه والخلطه معهم في مشوار الخارج وهو في مظهر متين خارج الزمن ما هو خارج بكورونا غير مديوره بعد في اللم. غير هذا انت لا يضحى لا يضحى مع الزمن لجنه التحقيق البرلمانيه ذيك تحقق ذول كانوا في 10 سنين ذول كلهم قال الصبح ذول كانوا يعدلوا محكمه الحسابات ذيك واخذوا التقرير عندها مئات المليارات طارحتهم على الناس والله بعد عشرات المليارات زايد على 100 مليار بشي طارحتهم على الناس اللي متمظهرين وشاكين انهم رجال وهم سراي. احنا عندنا المشكله في الفكر في القيم في المخيله، مخيله المجتمع الموريتاني ان المال العام والوظيفه العامه مديوره للتشعشيع ومديوره للسرقه ومديوره للتعدال الرقاش. قال لك هذا لا ينتفش فلان هذه فرصه ولا تنتفش وخير فيك تعدل شر راسك تعدل تصحك. حد يدور الفضاء يقيس التجاره، الدور الفضاء يقيس المرصى، حد قاس الهم العام وقاس الوظائف العامة وقاس الشأن العام يعرف انه موظف يلا يعيش براتبه ويلا يعيش في حدود راتبه يا غير الى سرق هو شاك انها ما يفطن هي مفطونها ما خارج حد ما يفطن به اللي اعلى حد وظيفته منه اليوم وزير، الوزير يجبر 1,600,000 وشوي الين يسافر يجبر 500 أورو للنهار الى ساق دون حسب وصفار الين يعين لك واحد اليوم وزير كان ساكن في ضواحي نواكشوط في قزره تجبره بعد شهرين فزين منطقه في نواكشوط فزين دار فزين اثاث فزين سياره ذا ما فات الحق الراجل عجله اللي نجي بعد سنه ذا هو لكن قال لك ذيك مرصة الوزير وذوك ابارتماهات الوزير وذوك ديار الوزير ذا قال له في السرقه ويلا نمشوا عنه يلا نعرفون انه حرام شعر. لماذا هي الامور اللي تتكلم عنها يلا نعرفون لم تثر تحت قبه البرلمان هي وثيره الصرا هي اللي ينزل مولانا البركة ان شاء الله هي قايل لك انا هي الانابه البرلمانيه بعد اللي فيها نحن هذا قايل لك انها وثيرات وسمات بس السرقه قال لها السرقه والاختلاس قال له الاختلاس والاحتيال قال له الاحتيال كامل قلناه لكن الاغلبيه البرلمانيه تدافع يعني بالفعل
بالفعل. هل هي شريكه؟ ذيك 80% قلت لك قبيل لا يتحرى الين يحكم حد صالح يعودوا معاه ان شاء الله يحكم حد صالح، وين يحكم حد فاسد يعودوا فاسدين، وبالتالي هي دائما 90% في جهه و10% في جهه. هذه نظريه اجتماعيه معروفه. الواقع ان المشكله وهذا انت من علو عندنا اليوم المشكله في الفكر، مخيله الانسان الموريتاني عنك في الدوله اللي انت تعود في مرحله لا تنتفش اسرع. وهم يقولوا هم لكن يعود حد امين يقولوا له منفوش، ولين يعود صد حد سرق يقولوا لك صفق قراش ويقطعها ويرقعها، هو يسرق المال العام هو خلاص و200 الفوقاني اخلاصات موجودين واضح الفوقاني، انت بس من حاله يعود اخلاصه 1,600,000 والله خلاص المدير العام المديرين العام اخلاصاتهم 600,000 800,000 700,000 بس من حاله اخلاصه 600,000 700,000 وهو فاويد والمراه فاويدتين والتركه كلهم فاويد، ولين يتحركوا لا تشكلنا ما شاء الله تبارك الله ديف فيله والدار اللي نجي ما هو معقول واضح. المجتمع يلا يحاسب الناس واضح. لكن اريد رايك في موضوع يعني الحكومه الحاليه يعني حصلت على ما لم تحصل عليه الحكومات السابقه، وخاصه في مواجهه شركه تازياس المعروفه بالقوه وال يعني حصلت على 6% او بين 4 و6% مربوطه طبعا بارتفاع اسعار الذهب وحسابات يعني. شوف هذه القضية لا بغيت نرقليها لك رقلة الكهلات اللي هي اللي نبغي، ولا بغيت نقولها لك بكلام الاقتصادي أول شيء سبق لي رقلة الكهلات رقلة الكهلات لا نقولها لك هذه الاتفاقية الخلقة. أولا سابقا ندخل في الموضوع ثم شوي لا بد أن نوطع عليه تفضل يعني نوطع عليه قدعود مؤلم غير يالله ينقال. نختار نقول أن وهذا خطأ سياسي فادح ذا النظام الحالي دور يدفع ثمنه يوما ما. شفت وراك اللي أنت جبر الواية مسخة حتى ولا تتصالح الاستعمال وتعود انت مصر لانك لابد لك تنظف، فهي ما تنظف غير تتوسخ انت. لا تتوسخ بها هي مثل الوسخ وهي ما تلي مرقها الوسخ. يا اخي انت مدقدق راسك عليها ولا بد لك ولا بد لك هذا يذكرني بنكته تسقط وهي الدور توسخك وانت مصري مشاه اهل وشور بريطانيا يتعلم الانجليزيه وسكن مع اسره انجليزيه بدل ما يتكلموا الانجليزيه عندهم يتكلموا المصري. لا قال لي الحين نقول لك مثال صار قالوا لي حد من العقلاء في موريتانيا قال ان الجرانه ضر اللي انت تقبضها وتبغي تقتلها بالماء هي تعوم نديرها بالماء لا يجل بين العوام، غير تبغي تقتلها بالماء الحامي ما تديرها بالماء حامي، تقبض الماء بارده غير تديرها على النار وتزرق بها الجيران، هي اللي تزرقها بالماء حامي 100% تفلعص وتجلب وتسلك، قال نديرها بالماء بارده غير قاديه تحتها النار تهنى، تقول هاي دار امها بارده النار تم هانية فيها ومع الوقت تم امها تحمى وهي تتحرك الين يهمها تجلب ما تات بيدي حمان اللي مكملها ولا تتحرك. هذا النظام ضرك الله يعرف انه دخل على بؤره من الفساد سابق بؤره من كورونا، ذيك بؤره الفساد لكن امها تجران ندار فيها ومقدي تحت النار وهي بارده غير تحمى عليه ولين يهمه في الاصبعه لا يلحقوا فيها تنكمل خارج هم اللي نوع من المسؤولين فاتراد عليهم مدانة تسخ نوع من الاتساخ ما تلي يصلح فيه الصقيل إذا حاول النظام أنه يصقل ولا يوسخ النظام غير هو لا يتم بوسخته. هذا الإطار اختير نقول خارجين عمليتين هون وشين قال وروج لهم ما يلا يسيغوا في ذهان المواطن العادي ولا ينشر حمله. اختير نقول أن زيادة سنين اللي عدلت للعمال يستحقوها ويلا يعدل لهم اكثر غير نختار نقول سببها. هذه هاي الزياده اللي 100 مليار وزايده من الارباح خلقت على حساب 2019 وحساب 2019 هذه الاداره اللي عدلت الزياده دركت منه 3 اشهر وبالتالي خالقه 9 اشهر وعدلت سنه. نقدر نقول ان الزياده ما هي زياده في الانتاج خالقه دوله قالها برازيل خلقت فيها انهيار عندها نظام للتخزين الحديد في نظام سدود ذيك السدود انهار منها واحد الين انهار منها واحد كبير عم على بقيه السدود وعلى حتى بعض القرى وتوفات حوالي 30 رجاجها منجم في الحديد. ذيك الازمه اللي خلقت وذاك الحادث اللي خلق في البرازيل عدل العرض في الحديد ما هو ياسر لانه محكمه برازيليه وقفت ذيك السدود كامله. رفع الطلب يعني؟ رفع الطلب وقلل المعروض زادت اسعار الحديد. لان زادت اسعار الحديد تلقائيا الحديد الموريتاني موجود عاد ينطلب من اوروبا بدل ما كان ينطلب حكما لا من الصين واسعار اوروبا ازين لانهم ما عندهم مشكله النقل. ونزاد الطلب عليهم اللي في الصين ونزاد الطلب عليه في اليابان وبالتالي نزاد سعر الحديد، يعني نزاد سعر الحديد
ضاعفت الارباح بشكل كبير، وبالتالي طبيعي ان لين تخلق ازمه عالميه في الحديد في بلاد الدوله اللي ما فيها الازمه ينزاد حديدها ويرتفع، وبالتالي سنين ما طرا فيها شيء. اللي خلق فيها حادث في منجم في البرازيل استفادت منه المناجم الاخرى، انزاد عليها لانه ذاك المنجم كان ينتج ياسر من الانتاج، انزاد السعر الحديد ولين زاد. لكن عفوا هذه واحده. لا دقيقه، وروجت بالانجاز. سيدنا اريد ان اقاطعك في هذه، لكن في المرات الماضيه ارتفعت اسعار الحديد حتى لاكثر من اسعار اليوم. وضع العمال ما تغير، لا تغير ولا زاد رواتبهم. اظن يعني 2000 هذه المفارقه، هاي هم اللي نقول لك فيها شيء ما نقول. هاي المفارقه. لا لا لا، يعني على الاقل اليوم زادوا اسعار العمال، زادوا العمال يلا يتم ينزادوا. زادوا العمال الشركه همشي فيها العامل، عامل يلا يتم ينزادوا اللي اعطاله كاع ما وقت حقه. اللي جبر قد حقه يمكن ما هم عمال. 2015 2016 شوف 2012 عندينها اللي عاد متذكر والله 2011 واحده منهم ماني ذاكر، زادوا العمال ب 11 راتب حسب اللي قال لي حد يطار في سنين يكسع. اذا زياده العمال دائما تخلق ويستاهلوها، ولا هو شيء ينقال انه انجاز وعدى لذاك، تلاعب على عقول الناس، هدف منه تلميع شيء ما يلا يلمع، هاي وحده. الثانيه اللي خلق معناتها زياده ثم اللي لاين نقولوا لك، قلت لك اولا لاين نقولوا لك برقله العجايز اللي ياك يفهموا حد بسيط. خلاصه هاي العمليه اللي سمعته معناتها زياده فيها ثلاث مسائل. المساله الاولى مبلغ لا تعطيه تازياز لموريتان، ومبلغ لا تعطيه موريتان لتازياز. المبلغ اللي تعطيه تازياز لموريتان تعرف كم؟ 25 مليون دولار مقسم على دفعتين 10 ملايين ولا 15 مليون عند التوقيع اللي هي اللي يخلق التوقيع، و10 ملايين اللي ينتهي الاجراءات تخرج الرخصه. اذا كم تدخل موريتان؟ 25 مليون. الرخصه الجديده هذه في المنطقه، الرخصه الجديده تفرق زين، ما منطقه تفرق زين لا ينصاعوا منها، لا ينصاعوا منها المنقبين. كانت قاعده اصلا مغلقه كنت لا قاعد ينصاعوا منها ضرك حتى. كم الصلاه تجبر تازياز؟ تازياز تجبر 45 مليون دولار اللي هي 16 مليار من الاوقي، لا هي تجبرها على خمس سنين. اذا رقله الكهلات تجبرها من اللي يعطيها لا تعطيها للدوله الموريتانيه. كيف؟ لا هي تعطيها لها ديون التازياز، تنقال انها ديون التازياز تقعد عندها في الحق، غير من كان ما هو انا ولا انت ولا لا يدفعوا كانوا هو وحدين اخرين دول كانوا ولا هم كانوا فهم الطريقه اللي كانوا بيش الطريقه خالق 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 مبادله في الضريبه تخلق على بعض المواد، تعود الشركه تدفع ضريبه لا تسترجعها، كانت لين تدفع لهم الضريبه يباو يردوها لها، ولين يباو يردوها لها يتم يتراوغوا معاها فهم سياسه بينهم هم ما 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 اذكر ما نذكر فيها الا افلام توم وجيري تراويغه. المهم فيها ان تازياز ما ترجع لها فضتها. ذوك الكالو الفضه منين؟ هم اللي الله يسول عنهم اليوم؟ منين؟ منين؟ ذوك اللي الله يسول عنهم؟ من وقع الاتفاقيه اليوم؟ لا هو كان لا الخلطه اللي كانوا فهم؟ من دفع من 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 قال انه زاد الانتاج في السنين؟ لا هو كان كان الخلطه على الماليه وعلى الضرائب؟ هذه القضيه جايه لا من الماليه والضرائب والطاقه، الطاقم اللي كان فيهم هو هو اللي عاقبه شروا 45 مليار وهو هو اللي دارها على ظهورتنا احنا خمس سنين جايه. اذا برقله الكهلات اعطتنا تازياز 25 مليون دولار، اعطيناها 45 مليون دولار، من درا من الخاسر؟ لا هي 45 مليون دولار لا قول لي انا من الخاسر. لا تدفع لناش، لا تدفع من الخزينه العامه للدوله، لا تدفع لنا، هي ملتزمه بها الدوله اقساط على خمس سنين، ها هو اللي في الاتفاقيه. اذا برقله مثلا الاصبع اعطينا 25 اجبرنا 25 مليون دولار، دفعنا 45 مليون دولار، من درا الرابح منه؟ لكن انت هاي الحسبه بانيها يعني معطيات دقيقه معطيات اتفاقيه فيها ان لا تازياز لا تعطينا 15 مليون دولار عند التوقيع ولا تعطينا 10 ملايين دولار عند خروج الرخصه، غير في المقابل لا نردوا لها احنا ديونها اللي كانت شهر الضرائب واللي كانت يلا ترجع لها واللي لها سنوات عند وحدين اخرين ما هم ما هم ما هم بعض اللي موجودين في السلطه الرسميه، هم اللي مازالوا يسيروا الملف قال ما هم موجودين فيه. اذا هاي تباتر بحساب العادي حد طبيعي، اعطيتك يا محمد اعطيتك 25 مليون دولار، اعطيتني 45 مليون دولار، اذا ربحت فيك 20 مليون دولار، اذا انت زياده عمليا ربحت فينا 20 مليون دولار. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انت زياده ربحت رخصه جديده كانت محكومه عنهم ذاك كانت محكومه عنها به الله اعلم به ما يعرف له يكون خبر كانوا لكن اريد ان الرخصه كانت محكومه عنها قال خليني لحظه ما دامك فاهم هذا الموضوع علاش يعطوها؟ يعني كان يمكن يعطوه الرخصه لماده ثانيه، والله تستغلها الدوله، والله حتى تفتح قدام المنقبين من رؤوسهم كاع يستفادوا. ذاك لا نقول لك ما نقدر نتكلم فيه بسبب واحد انه المعطيات مغلقه عند جهه واحده، انا ملي معطى ما عندي ارقام دقيقه فيه ما نقدر نتكلم فيه، انا نعرف ان تازياز اليوم ذي تازياز اللي يكلم عنها ثلاث رخص، الرخصه الاولى اللي هو المنجم اللي يشتغل فيه حالا، ورخصه ثانيه قد شراتها تازياز كيتشي ما هي مردوديتها ما هي مهمه، والرخصه الثالثه اللي هي
منطقه تفرق زينه. هذه هي الرخصه الحاليه، هو ثلاث رخص انت زياز هو الخارج، الرخصه التاليه وحددت فيها عمليه انها تحسين الثالث معناها هو ان عندنا لا يعود عندنا اداريين في مجلس اداره الشركه يحضروا المناقشات ويسمعوا اللي يخلق شنو. والله بعد يا الله بعد يحجب عليهم سبب مشريبي اللي غالبا ارواق يجي لا يطرى لهم التخماع اذا هم اللي فاصلين بينهم بس بحيل يحصنوا لا يحرزوا لا يا الله يحرزوا وينقع عليهم القصبه سابق يمشوا لها. اختير نقول لك ان قضيه تازياز هاي هي قضيه اخرى لان نقولها لك باللغه الاقتصاديه. شفت تازياز تنتج 400 الف اونصه من الذهب سنويا ها تقريبا هو يعني حوالي نص طن حوالي ايه هو نظام الأونصة هو نظام الذهب الأونصة 400 ألف أونصة الأونصة في العالم معدل عام للسعر 1200 دولار إذا هاي تازيات سنوية تنتج 400 ألف أونصة إذا أنت تضربها في 1200 دولار تجيك 480 مليون دولار هاي 480 مليون دولار بموجب الاتفاق الجديد لا يعود عندنا فيها من بين 4% إلى 6% إذا عندنا فيها من حوالي 20 مليون دولار سنويا إلى 30 مليون دولار. لكن 6% إذا وصل سعر الأوصى إلى 1800 دولار. أنا لا نقول لك احنا راك ما نقبل السعر العادي الموجود في السوق اللي هو 1200 دولار، لا يعود عندنا من 20 مليون دولار سنويا إلى 30 مليون دولار. هذا نصيبنا العادي اللي هو من 4% إلى 6%، أما الواضح. لا نجبروا منها شيء ثاني على البي سي اللي هو الناتج الربح الصافي نقبلوا مولي منه. البي سي كم لا تقبض هي تبيع ب 1200 دولار غير التكلفه عليها 800 دولار وبالتالي الناتج الصافي التازياز الربح الصافي 400 دولار تقريبا هاي 400 دولار مالي لا تضربها في كم في 400 الف اونصه لا يجيك حوالي 160 الف 160 مليون دولار ذيك مالي لا نقبض احنا منها 25% اذا لا نجبروا كم 40 مليون دولار 40 مليون ديرها على 20 مليون دولار عندنا 60 مليون دولار سنويا هذا نتجبر الدولة بشكل مباشر من تازياز شنو هو المطلوب في ذا؟ يواقف معاه لين يدخل المشكلة ان هذا يلا يواقف معاه لين تنضبط كمية الأونص اللي يصدر لكن هذا يشمل الضرائب ولا ما يشمل؟ ها؟ يشمل الضرائب المفروضة على واردات الشركة يعني هذاك جايين انا لا نجيك اللي يدخل الدولة مباشرة داير عليها ضريبة الربح الصافي اللي هو البي سي اللي حسبت لك اللي هو حوالي 40 مليون دولار وداير عليها نصيبنا اللي هو ذيك 4% ل 6% اذا عندنا هون من بين 60 مليون دولار 70 مليون دولار نجبروه سنويا نجبروا شيء ثاني ما هو مباشر وهو الحركه الاقتصاديه اللي تعدل الرواتب العمال اللي في تازياز وهذا هون يلا نضغطوا على ذاك الاول قلت لك فيه مطروح فيه شرطين الشرط الاول ان المده تواقف مع الكميه الحقيقيه اللي تصدر اللي تعرف اياك مات وسوف والشرط الثاني تعرف ذنباع بكم ومالي لكن في هذا النطاق للمراقبه هل مثلا في قسم المحاسبه في تازياز هناك محاسبين موريتانيين يتاكدوا من هذه هي قاع فيها 90% تقريبا من الموريتانيين ولا 95% لا في دور عودي دور ذاك دور عودي المشكله قلت لك انهم يلا يحجب عليهم سابق يصد لها قضيه في التحرز لا يلا مد تحرزهم سابق يصد لها في انه ذا العالم صعيب يا غير بعد موريتانيين تم لا فيهم الخير دور ملي لا يعقب مع التطور يجبر مده تضبط المصلحه الوطنيه العائد الثاني اللي يجبر منها بشكل غير مباشر ومهم هو عائد الرواتب اللي تعطي للناس ويقدر حسب الخبراء اللي تواصلت معاهم انه يقدر تقريبا حسب الاحصائيات بعض اللي توصلت لهم يدور يعود ملي سنويا قريب من 120 مليون دولار تمشي في الرواتب وبالتالي مهم تعدل الحركه الاقتصاديه في البلد ها مهم الناتج الثالث اللي نجبره منها بطريقه غير مباشره وها مهم هو انه جزء من متعاملينها وطني جزء من الموردين والمعاملات وطني حق انها بكل اسف صنفت معاملاتها والمعاملات المهمه عدلتها دوليه شر ما كتبها اللي في لاصق الماس يا غير اللي يبقى جزء من المعاملات وطني وبالتالي يدخل منه زاد هو ياسر من الحركه الاقتصاديه اللي بدا الشاهد في هذا شنو؟ تازياز مستثمر اجنبي في موريتانيا العداله لابد منها اولا الظلم اللي كان معدل تازياز يا الله ينجابه ثم كنتوا تازياز توكلوا فاوتها لان عقبت شهر الدوله الموريتانيه منها عقبت شهرها 45 مليون دولار قولوا لنا اخبار لابد منه لانها حق التازياز اذا باسم الحاله كلتوها منه باسم الحاله ما اعطيتوها له باسم الحاله خليتوها لنا احنا الين نخلصوها وراكم اذا ما هو طبيعي المسؤولين عند الملف ووزاره الماليه ووزاره الطاقه او يلا يسالوا بلي هالمجال ما يقدر يخلي هدران لانه اموال 45 مليون دولار لا تبقى تخلص على 5 سنين في ظروف الازمات اذا هذا ما يصح الجانب الثاني ان اللي هاي الاتفاقيه اذا عاد فيها شيء ايجابي بالنسبه لي انا ما هو سينما ولا هو محاوله كي قلت لك تطهير تضخيم يعني التطهير والتضخيم ان اذا عاد فيها شيء جانب ان البلد يلتزم تجاه
مستثمرين الاجانب، وهذه ميزه ايجابيه. المستثمر الاجنبي يلا يشعر بان موريتان اللي يعود عنده معها مشكله تقدر تتفاوض معاه ويحل، غير ما يلا تعود مفاوضات مشحوده، مفاوضات يلا تعود علنيه، يلا نقبلوا لها المفاوضات. انت تعرف الدول ايش تعدد، ما تفاوض مواضيع، ما يمشي فاوض، تكتتب مكاتب خبيره في المفاوضات تفاوض عن هذا النوع من الحالات. وبالتالي اللي المفاوضات تمر على ادارات الامن وتمر على وزاره الشؤون الخارجيه وتمر على وزاره الشؤون الاقتصاديه وتمر على رئاسه الجمهوريه وتمر على المكتب الثاني على الجهات كامله اللي تعطي الاخبار، قال لهم احنا مفاوضات مع كاروس، احنا وهم توصلنا ليش عندكم من الافكار، احنا وهم توصلنا ليش الدوله ما هي رقاج واحد يقول لك فرانا عليه صكي ونديره تحت باطن، نتم نتفاوض مع الناس اللي نفتح لكم ونقول لكم انا وهم توافقنا على هذا امر بوري ما بليلين ما هو ما يقد يقبلوا بذيك الحركه من حد غبي، انا بعد ما نقد نقبلوا ويطرح مولي التساؤل به اللي في النهايه المبلغ اللي انا اعطيته زياده ما هو شوي، والتنازلات اللي اعطيته ما هو شوي، والرخصه اللي اعطيته ثمينه ما هي اللي رخصه مزدراه، هذه المشاكل. قضية تازياز خلاصة وجهة نظري فيها إن يلا نذكروا الموقف العدد المختار ولداد هذيك الساعة لين أمم من فرنا. إحنا بحاجة لتفكير جدي يضمن للمستثمر الأجنبي حقه ويضمن له التعويض، يا غير تأميم هذه المعادن اللي لا هي تنتهب واللي إحنا فاصلين فيها، يا غير نأموها ما هو بالظلم ونأموها ما هو بكل حقوق الناس، يا غير ندخل مفاوضات مع الشركات اللي نقول لهم هذه أرضنا، عدلتوا العقود في فترات ما هي طبيعية، لأن يعني نعيد معكم التفاوض نعوض دوركم ونأم قطاعنا المعدني ولا يتولى الدولة. لكن هذا يمكن، لا يمكن أصلا حتى يعني يمكن. اتفاقيات دولية يمكن. ونظمة التجارة العالمية ما هو مقبول في وقوة لحظة وقوة من يقفون خلف شركات المستثمرة وضعفنا احنا في مواجهة. أستاذ محمد اللي ما هو ممكن واللي ما يتواسى أنك تظلم مستثمر أجنبي توكل حيوان، ها ما يتواسى، غير أن الدولة تطرح عروض تفاوض مع هذا المستثمر انها تعوض وتتفاصل معاه، هذا قابل للنقاش وقابل للتفاوض بطرق قانونيه وبطرق شرعيه، ولا في اشكال، هو اللي يحتاجه الشعب الموريتاني، اذا الشعب خالي الراجل وماله انتكل وثرواته انتكلت وندارت هون وندارت هيك وندارت في الطياير وندارت في الفنادق وندارت في الفيلل وندارت في المجوهرات ما خرجش ما ندارت فيه، والناس خلاها قلت لك ما في طب يا الراجل ما في طب، لكن هو سؤال لا سيد نايف، لكن هو سؤال اريد ان اسمع رايك فيه، يعني ما دامت المنطقة منطقة تازياست اليوم منطقة تقريب تازياست والمناطق المجاورة لها يعني قطعا فيها كميات كبيرة من الذهب حتى بالنسبة للمنقبين العاديين، لماذا الدولة الموريتانية لا تفكر في إنشاء شركة يعني لمنافسة في المستقبل شركة تازياست على الأقل إن لم نقل للحلول محلها؟ أنا قاعد يعني لماذا نفتح أنا قد نتفهم أنا قد نتفهم من سنة 2001 ولا 98 أعطينا رخصة لكين روس هيك ساعة ولا وتسايد ولا ذاك اللي أعطيناها الرخصة هيك ساعة بالمنطقة ما عاد اكتشف فيها ذهب أكيد يوم ذهب أكيد استغرب 2020 ذهب معروف أنه فهم ينحاش موجود ينحاش فهم نحكمه شوي إلى يدخلني شيء من غاز نستثمر فيه والله نستلف له نقيس بنك البنك هما 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 تازياز مستلفين قاعد عندهم البنك الدولي قاعد ممول لهم جزء من العمليه، الدوله الموريتانيه قاعده قبل تعدل شركه وتستثمر هي في المنجم مباشره وتقبض ريع وتقبض ثمان وقته مهما كلفت تدخل في العمليه الاقتصاديه، يوم اللي هذه الشركات العملاقه الكبيره تستثمر، غير اذا تستثمر اموال البنوك في النهايه، يوم اللي ما عندها يوم اللي مشغله. لكن لماذا غاب هذا التفكير؟ يعني اللي احنا البسطاء هم نحن نتكلم فيه. ما بالك بدولة تملك خبراء اقتصاديين إن شاء الله ما يعود رؤية إن شاء الله ما يعود وذن الشواط ما تسمع العيال إن شاء الله ما يعود وذن الشواط ما تسمع العيال محزن بعد إن هذا الشعب اللي قليل اللي فقير اللي ما عنده أي منشأة ولا عنده أي شيء يعدل فيه هذا النوع من العمليات ويعدل مولي مفخر به ويعدل مروج. لفت انتباهي بهذه القضية حملة مدونين وحملة إعلامية لتحسينها في اذهان الناس، كانه فم قوه خلفيه اشتغلت حتى على مواقع كانت تنتقد العمل الحكومي بشكل عجيب، حتى انه بعض المدونين المشهورين والكتاب كتبوا ان ذيك 45 مليون دولار اللي هي 16 مليار انها لا تعطيها تازياس للدوله، بهم الحماس في تذمين القضيه يقولون كانوا ضحايا لمغالطه يعني ايوه المغالطه بعض لا الناس يعطوا الضحايا لها، ولكن انا بعد اللي نتمنى انه تخلق روح وطنيه نرجع فيها على هذا الشعب اللي اكل جميع ما عنده اكلت جميع حقوقه ولا بقى شيء، مثلا الوضع مؤلم يا محمد لدرجه انك اليوم حد انصاب بكورونا ما يقدر حد يتدخل هذا مؤلم ولا هو نتاج لكن كيف تفسر كيف تفسر ان عمال تازياست اليوم
يعني يصرخون يستنجدون، يعني حتى عندهم مشكلة في مع تازياست. والله يشوف هو هذا عايد عالم متافق. العمال يعودوا عندهم شو من الحقوق، ذيك الحقوق اللي ما تعدل لهم يقوموا بالمطالبات. والغريب بعد في قضية عمال تازياست انه بداية اضرابهم انه بكل اسف القطاع الوصي ارسل رساله للعمال بانهم يرجعوا للعمل للشركه، وهذا موقف لا يمكن تفسيره. رساله دون النظر في مطالبهم او تمييز، ما قد نقول دون النظر، لا طلب منهم بعد انهم يتحملوا المسؤوليه ويرجعوا ل ل ل ل ل لاماكن عملهم. وهذا موقف ما هو طبيعي، استنكرناه ذيك الساعه وفقته، وعاد عندي ما هو طبيعي. يفترض في شركه مثل تازياست مستثمره هذا الاستثمار الكبير انها ترفض عنا عدد كبير من البطاله، وانها تعود فيها نسبه تشغيل كبيره، وانها تنفرض على التعامل مع موردين وطنيين، وانها ما تنظلم بموجب القانون، واني لا ظلمها حد ما يخلص عنه ويعيط له وينقال له انت اللي فضلت انت قبل انت زياست ويلا ترد لها عملتها فيها شو منين، ويفتح فيها تحقيق اللي انت معناها سابت من دار الالتزام على وحر الدوله الموريتانيه. واضح. طب يعني على ذكر المدونين والمواقع، يعني نتكلم عن الحريات العامه، البعض يقول ان هناك يلاحظ تضييق في مجال الحريات العامة يعني في هذه الفترة، أنت كمتابع وكمشارك؟ فم خلط بين مسألتين عجيبات. فم تضييق على الحريات العامة عموما، اللي هي الحريات المدنية، معناها مدون يكتب ينتقد مؤسسة تعيط له الشرطة تحكم. وأنا عشت هون تجربة هؤلاء المدونين اللي كانوا مكرودين يبدون القضاء أطلق سراحهم. ظاهر لي بالنظام اي نظام اللي يتجه للتضييق على 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 الحريات العامه، معناها بكل اسف انه يحس في الداخل بما لا يجب ان يقال، معناها عنده شيء ما يبغيه ينقال، عنده شيء ما يبغيه ينتاق عليه. اشاره سلبيه بالحياه الديمقراطيه، اشاره ما هي عمليه ما هي حكيمه، تؤدي لا لتكثير اعداء النظام، تؤدي لا للاختناق اكثر، تؤدي للحساسية الزايدة تجاه السلطة، تؤدي للتذمر الشباب. وهنا قطقت لهم من بعد حد كرد مدون في موريتان عدل له ثلاث فوائد، واحدة كسر عنه حاجز الخوف انه ما تنكرد، والثانية اعطاه الشيعة اللي هي اللي لود لهم وكتبوا كاملين شباب عندهم مزار الطموح ويبغون الناس تعلم بيهم، والثالثة انه ما هم خسر لهم اللي بهم يكوسوا كاملين لاش متكوسوا، وبالتالي قاعد على كردتهم بوليس ما خاسر ليش. اذا حد معاندهم ظاهر للنظام ننصحه بانه يتجه للمزيد من الحريات المدنيه. في المجالس الثانيه نستغرب انه هم اللي المدونين اللي يدونوا في السب الدين وفي الاساءه للمقدسات ما يكردهم، واذا كردهم يكردهم بطريقه زينه ويطرسهم بطريقه مهونه من ذاك. وهذا اللي غريب عندي، التناقض بين التضييق على الحريات المدنيه وبين ترك الباب واسعا للإساءة للمقدسات الدينية. واضح. لكن الإساءة للمقدسات الدينية طبعا بين نظرين، يعني لماذا لا نواجهها؟ هي قد تكون خلاف في تفسير ولا تأويل بعض المدونات الفقهية أو الآيات أو يعني هناك آراء في الفقه قديمة وآراء متناقضة وحتى يعني متصارعة فيما بينها، لماذا لا نواجهه مثلا بالرأي وبمحاولة يعني الإقناع، لماذا نشكل نوديه للسجن؟ شوف فم فرق بين حالتين أستاذ محمد. فم فرق بين شخص عنده قناعة فقهية وقراها وعنده إشكالات فقهية لود لها الحل، والله حتى إشكالات عقدية لود لها الحل، ها ما عنده مشكلة ولا يلا ينقاس به الحبس. هذا الشخص باحث عن الحق يلا يناقش بحسن نية ولين يجبر الحق على يرجع عنه، وها هو الواحد اللي فيه الناس في الليل والنهار، وهو اللي نظلوا على مجموعات الواتساب وعلى مجموعات الفيسبوك وعلى الفضاءات كاملة ناقشوا مع أرواقيش اللي عندهم شبه في الدين، وها عادي لأنهم باحثين عن الحق، وها ما يلا حد يشكي منهم ولا يلا يشهر بهم ولا يلا يذكر أسماءهم لأنهم عندهم شو من الأمور يلودوا الحق فيه قضيتهم سهلة. خارج قصة طبقة أخرى ما ذنبتها، خارج طبقة أخرى ما عندها شبه، هذو عندهم مواقف من الدين، ذيك المواقف يجرمها القانون الموريتاني. خليك عنك الشريعة الإسلامية ما نشهد بين أخبار هارك اللي كأنها الناس قاعد ما تفهمها كامل. ظاهر لين حد يمس من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب صريح القرآن،
ينتقد الاحكام الشرعيه، ينكر ما علم من الدين بالضروره، ما هو جاي يدور حد يناقش معه، ما يدور حد يناقش معه ويظل يتبجح ويتبيدع في قضيه انكار الدين والاساءه له والكفر والرد والتشكيك. هون ما مكفروا حد ولا اللي خاسر، ان يجي حد يعدل شيء خاسر، والله يقول له كلمه خاسره، والله يبطوا هذا خاسر. غير حد اتجه للنيابه العامه وبلغهم ان ذم مواطن موريتاني والله اجنبي، حد على الاقليم الموريتاني خالف القانون الموريتاني اولا اللي هما واحدين فيه، وبعد ذاك خرج عن الشريعه الاسلاميه انه يلا يعيط. لكن المشكله الثنتين اللي نقولهم، المشكله الاولى انه النظام القضائي النيابه العامه تابت عيط لهم، تابع ما نقدر نقول لك متمالئه معهم غير بعض زينين عندها. انا بعد تكلمت مع بعض وكلاء الجمهوريه، ده بعد اللي يقولوا الخلطه زين عندهم يضحكوا قاع، قالوا انه ما هو محل. وتكلمت مع بعض السلطات في القضيه. احنا هون نطالبوا بالدوله المدنيه، هي الدوله المدنيه تعرف شو معناها؟ معناها هذا اللي في القانون هو اللي يجمعنا. اللي يخالف حد القانون يلا ينجاب للنيابه العامه، اللي ينجاب للنيابه العامه ما عدلوا شيء خاسر، ينظر فيه القاضي. قاعد يستحق الاذاعه في السجن يدعو في السجن، قاعد يستحق الرقابه القضائيه يطرق صراخ ويطرح صراخ. يا غير العجيب انه يظل يتبيدع في مخالفات صريحه لظاهر القانون، الشريعه قاع ما لناش عندنا اخبارك تقبيل هو ما هي مهمه عندهم، واحنا اللي مهمه عندنا محتفظين بها غير قاع هون جابرينهم القانون. يا غير يعود النائب العام ما بيحرك الدعوه العموميه، والسلطه اللي وراه ما تقول له حرك الدعوه العموميه. هذا مثير للانتباه، هذا هو طبيعي، هذا معناه انهم شبكه متمالئه ضد الدين ومتمالئه ضد مقدساتنا، وتختار تشوهها وتختار توحل فيها. اراهم فيهم وحدين محترفين يظلوا على صفحات، لكن عفوا والمقابلات مكمله، يمسوا من الدين لكن بطريقه ما يقدروا ينجابوا بها للقضاء. غير يوم اللي تغلب عليه شهوه الكتابه والتبجح هم اللي يعني يطرح كراعه بل عاد القانون حاكم ساعة يلا نحكم. ها هو دور الدور. لكن لماذا لا نقول مثلا ان هذا الشخص اللي نحن نختلف معه ونعتقد انه يطعن في الدين ونشكي منه ونحاول تطبيق القانون عليه، هو يعني يتكلم عن رؤيه تختلف عما لدينا، نجلس معاه مثلا؟ ما عندنا مشكله باختلافها، هو اللي قلت لك هم ما هم واحد. لا محمد، لابد نعود واقعيين. احنا هذا نبغى الناس كامله تعود مسلمين وتعود مؤمنين وتعود محسنين وتقيس الجنه. ما نسعى ان نجبروا حد لا قدر الله خارج عن الدين. يا غير مولي هو ده مترتب الامور، ما هي واحده، ده مترتب. حد عدل جريمه موجبها يا الله يقيس القانون، يا الله يقيس القانون بيلي. وما هو معدل هيدور، انت عندك ان حد قعد يشكك في فريضه الصيام يدور في يناقش معه، يدور يناقش معه، هو عنده رساله موصلها يدور يشكك في العمليه، ها هو اللي رافض به. عندك ان حد قعد ينكر، لكن هل ما ذكروا هذا الشخص فريضه صيام؟ رأي فقهي؟ لا مو رأي فقهي، إن كان نادل أو شادل. لا هو ما ساندوا ليش، هو الرأي الفقهي معناها أنا هو العبادة مهما كان يعني شذوذ. لا هو العبادة التوقيفية هي العبادة. أنا يجيك محمد ونقول لك الرأي قال له الرأي، أنا قاعد حاتل الرأي، نقول لك ما عندك مشكلة. غير جانا ونقول لا رمضان قاع ما هو مهم لا قدر الله، هذا ما تلا رأي فقهي، هذا عاد تحدي للدين. واضح، هو محل الإشكال، هو اللي يلا. أريد أن أنتقل لموضوع لجنة التحقيق البرلمانية. يعني أنت كنت يعني من المتحمسين لإنشاء هذه اللجنة إن لم تكن حامل لواءها، وتم إقصائك منها، على الأقل اليوم أنت تتابع عملها. يعني كيف تلخص ما قامت به حتى الآن؟ والله هذه اللجنة مهمة لأنها صلب العمل البرلمان، وأنا بالفعل إحنا الموقعين عليها 24 نائب نساوي نقاص من الناس من فوق وصول من الناس من تحت واحد، إحنا كاملين كتلة عندنا قناعة بإنشاء. وعدت عضو فيها في البداية لمدة دعوت 6 أيام، يا غير خرجت منها بسبب أنا عندي طبيعة اختيار الطب عليها في إطار الدولة في إطار الشأن العام، ملتزم بالنص القانوني المسطر القانوني، القانون 031/2018 اللي نظم حصة الأحزاب السياسية، المادة 20 جديدة منه تقول بأن الأحزاب السياسية يأخذ نتائج الشوط الأول، والله ياخذوا نتائج بعض في البرلمان، ياخذوا نتائج الانتخابات. التغيرات اللي تخلق بعض نتائج الانتخابات ما تؤثر على الحصه السياسيه للحزب. وهذا جاب الموازات مع منع الترحال السياسي. التغيرات اللي تخلق اللي هي تحالفات. ما هي التحالفات. هو القانون جا فيه منع الترحال السياسي اللي نعرفه كامل، معناها نائب ينجح من الحزب يقبض ويعدل تباتريه مع الحزب ويمشي مع قضاء وشر منعه. تم وقفه. اما الوقف منعه مع هذه القضيه الاخرى انه مولي طرح القانون احتمال انك تقعد ما ترحل انت نائب تحل حزبك كامل، واذا الحزب يقيس الحزب الاخر
اللي نقيس ولا يتعود معاه واهلا بكم وتاك تفاهمين تفاهموني غير حصته ما تزيد. هذا جايب المادة 20 جديدة من القانون رقم حصته كما كانت كما كانت اللي اعطاه صناديق الاقتراع اللي اعطاه عند صدور النتائج صدور النتائج. وبالتالي حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم اللي خرج الانتخابات عنده 89 نائب. ديك 89 نائب ما هي الثلثين؟ الثلثين 107 نواب. اما الوضع واضح. اذا لا يبقى حزب الاتحاد لا بغى يحل ديك الساعه قاموا الخلطه الموجودين في السلطه ديك الساعه يهيئوا الماموريه الثالثه ويهيئوا ديك الاحوال كامله اللي ما هي معلومه في الديمقراطيه، امراض الديمقراطيه واحد فيها كامله ديك الساعه. قاموا عادوا يقولوا للاحزاب حلوا حزبكم واندمجوا معنا. جبروا انفسهم عندهم 100 عندينها و12 نائب. حتى اكثر من الثلثين. عاد اكثر من الثلثين، يا اخي ما يعطيهم في الحصه، الحصه السياسيه ما تغير. ما هي 87 89 القديمه. هم لا يتم يجبروا اقل من الثلثين. هذا صريح القانون. صريح القانون، القانون له رقمه، نتحدي الناس كامله تقراه 031/2018 الماده 20 جديده الفقره السادسه عندنا من القانون. تقول دون ان يغير ذلك في حصه الحزب السياسي او كذا العباره دي. شخلي بلغني رئيس فريقي اللي انا معاه، فريقي قالوا الميزان. وبعض اعضاء الفريق يعرفوها بما فيهم الشيخ خليل نحو مثلا اللي مبرز يتحدي الشيخ زباط في الاعلام. قال رانا الفريق الميزان دايرين محمد بويا في اللجنه. وجيت انا للجنه. وتهاولا هي قراوا اسماء اللجنه في الجلسه يوم 31 يناير يوم الجمعه 31 يناير حاضرها الوزير الاول. جيتهم قلت لهم خلطه لا تقراوا الاسماء. احنا اعضاء في اللجنه لكن عندنا اشكال قانوني. انتم اللي معدلين حزب الاتحاد قابل 6 اعضاء من 9 اللي هم الثلثين ما عندكم فيهم الحق، انتم عندكم الحق الا في 5. وواحد عنده الحق فيه المعارضه اللي هو فريق تواصل لانهم 14 نائب، وواحد عنده فيه الحق الفريق المعارضه الثاني اللي هو اي اف بي اي اف دي. ار اف دي. ار اف دي معناها اي اف بي. واثنين يعود عند حق فيهم فريق الميزان لانه هو الفريق. وإذا عاد فريق الميزان عنده حق الا واحد، النائب الرابع ده العضو الرابع ده يقيس غير المسجلين اللي هما الصواب وابيبي واجي دي ام ار، هم اللي عود واضح القرار القانوني تعود واضح. دخلنا نقاش لمده اسبوع ما يقدين قالهم طويل. اتضح فيه اني انا ماني متنازل، الموقف القانوني قاع للاسف الجماعه ما كانوا يعرفوا القانون، ما قطعوا القانون، قلت لهم الصدمه وما بعد قراوه توفي غير احنا هون في دوله لين يقول الحزب الحاكم شيء الله يعدل. انا ذاك ما نطبب عليه راسي، قلت لهم انا ما نقدر نشارك يكون في شيء قانوني. وبالتالي ما شاركت انا، قام واحد ثاني نايب وشارك في اللجنه. شارك فيها على كل طريقه اما اللي ما هو مخول قرار فردي، غير قاعد تفصيلي معهم. تفصيل معهم. اذا ملاحظتي الاولى على اللجنه انها فيها خرق لهذا القانون وبالتالي تشكيلتها بنيوي قاع بنيوي، تشكيلتها ما هي قانونيه، وبالتالي بكل اسف كل شيء لا يتعدلوا لا يظل ما هو قانوني، لانه الاتحاد من اجل الجمهوريه. لكن هذا خطير. هذا هو الواقع. وهنا نتحدى اي حد قانوني متفضل يتفضل ننتروا القانون، انا عاطي رقم القانون ورقم الماده وقاعدين على الهواء. اذا القانون 031/2018 الماده 20 جديده الفقره السادسه والسابعه محدد ان دي بي ار ما يقدر ينزاد عن 89 في الحصه السياسيه. انت تشكك بهذا في اي نتيجه قد تصل الى نتيجه لا يعدلوها هو سوى الذهب سوى ردوا لنا ذهب تازياز غير ملزمه قانونيا. لا خسرته ما بني على باطني فهو باطل. هذا الاشكال الاول تخطيناه لانه القوه عند الحزب الحاكم وعند الجماعه اللي معاهم شاو معاه المحسن معاه وشكلوا اللجنه وراهم يشتغلوا. اذا هذا اللي نقولوا احنا قضيه قانونيه وتوف غير انا بعد ملتزم بها لاني مسؤول عنها في تاريخي السياسي، ما نقدر نشارك في شيء مخالف القانون. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي عندهم مخالفه للقانون هو تصريح الناطق الرسمي باسم اللجنه لانهم لا يستدعوا رئيس البرلمان. وهذا مخالف للقانون. اولا مداولات اللجنه سريه ما يلا توحد، ثانيا رئيس البرلمان نائب برلماني محصن ما يلا ملي ما يقدر يستدعى بك الطريق. هذا خطا. لازم ترفع له الحصانه على الاقل. ايه فهم اجراءات معقده اعطيها له القانون لابد نحترموها. هم اللي الوساوي ما يتواس. وبالتالي كان يلا يعود في مجلس تاديبي يقعد لذاك النائب اللي صرح وينظر في الاجراءات اللي عدل واما يوقع عليه عقوبه ولا ما يوقع عليه غير لابد تعدل. الخطا الثالث اللي عدونهم صدد استدعاء رئيس سابق. وهذا مخالف للقانون، الرئيس السابق لا يمكن استدعاؤه في شيء كان يمارسه اثناء مهامه الرئاسيه الا اذا كيف لانه خيانه عظمى ولا يقدر ذاك يعدله يكون محكمه العدل الساميه، ومحكمه العدل الساميه اليوم بكل اسف ما هي خالقه. اذا الحل الوحيد اللي يخلق تشكل محكمه العدل الساميه واستدعاء الرئيس السابق ما هو قانوني. نعم نبغى نردوا حق يا غير ونبغى نردوا الحق منه هو ونبغى نردوا الحق من كل حد قد ظلم وقد ظلمنا وضحايا ظلم، ولكن الظلم ما ينحل بالظلم.
والعداله ما تطبق بالظلم، لابد نحترم انفسنا، نحترم موقفنا السياسي وقناعتنا السياسيه، علنا بما ان نطالب بالعداله من الناس نطبق العداله على الناس. اذا استدعاء رئيس سابق كاستدعاء موظف عادي والله كاستدعاء مواطن عادي هام ملي ما هو محترم. الرئيس السابق عنده حصانه دستوريه، نفس الحصانه اللي عند اللجنه البرلمانيه هي الحصانه اللي عند الرئيس السابق، ولا يقدر يستدعى يكون امام فقط محكمة العدل السامية ولا تقدر تستدعي. لكن هذا تفسير من ضمن التفاسير والله موقف يعني هذا موقف قانوني حد لا يتكلم ما خرج شغل غيره ما خرج شغل. إذا لا يظلمون الراجل لا يظلمون، هو أنا في طار رد الظلم عن المجتمع الموريتاني ما نقب نظلم هون واضح. نتابع للأسف الشديد نتابع لا هنا أختم هون نتابع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لعمر كان عليك أن تقوم بغير هذا أن تأمرني أن تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرني بحسن القضاء اللي نحكم اليهودي رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم يسال فيه الدين. ها هو اللي تواس أنا عود سال فيك الحق ولا نقبل منك الحق غير ما نظلمك الظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالتالي يلا نأسس وخير الختام نأسس الدولة موريتانية وخير الختام نأسس الكلام والله نأسس الدولة لا ختاما نأسس الدولة مدنية موريتانية قائمة على القانون وعلى العدالة ولو العدالة مع من ظلمنا وأهم العدالة اللي تمارس ضد الظالم. واضح. طبعا مشاهدي الكرام انتهى وقت البرنامج، باسمكم أشكر ضيفي الأستاذ السيد النائب محمد بويا والشيخ محمد فاضل، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.